في شيء اسمه cancel culture بلبنان؟ ايه في, بس انه it's different than US وهيك. ويمكن لأنه باليوس لما بيعملوا cancel culture بيعملوا حملة, إذا بيجيبوه مثلا مثل صار في كيفن هارت, جيبوا تويتس قدام وما خلوا من وراء هول التويتس ما قدر يعمل أوسكار مثلا. مثلا مع كيفن هارت لما أنه قال homophobic stuff قبل, قالوا من زمان he changed his mind. It's not fair. It's okay. جبت له it's not fair تجيب له تويتس من زمان. هذه أكيد هذه سخيفة كتير. أنه ساعات فيك تستعمل يعني للأديان كل شيء. أنه هلأ أنه حيالله شيء بالأديان ما بتفكروا أنه cancel culture. أنه يي كتير heteronormative الدين. فأنه في كتير قصص هيك. بس أنه his reaction مثلا, he's responsible for his reaction. قال أنه I don't want to apologize. بلا برو أنت بتفكر غير قصص. Apologize خلصت. أنا فكرة أنه انا بالكوميدي انه بلاقي شيء انه انا المشكله انه اللي بيقرب بياخد مايك بقوله انا ما بغلط بقى لاني واقف ورا مايك. I don't like this. يمكن جو روغن بيل بير بلشوا هالموفمنت. انا don't like this bro. اوقات بغلط بخريه. هذا شيء طبيعي وفيك انت تتطور كانسان. إيه؟ ما في شيء غلط. قول غلط مثل نمر لما عمل الابولوجي. برافو عليه. عمل ست من بعد ما قال هالشيء يمكن ما كان لازم يقوله اصلا من الاساس. رواق. بس انه قول انه برو ما بغلط. انت you're too offended. ما انا I'm offended بقصص. انا اذا حدا بقول انه مثلا كل السنية هبل that's offensive. عرفت انه saying انه I'm never offended منك بطل. انا برأيي you can always it's all about your intention. انت شو قصدك خاصة بالستاند اب مثلا. اكيد انه عم بتمسخر دايما على الحزب وعلى القوات وعلى الكل, بس حسب my intention شو هي. حسب مع مين عم تحكي. ايه exactly. ما بدك تنسى مع مين عم تحكي. ما your audience مثلا انه اكيد بعرف انا اي audience. مثلا مرة طلعت عملت بكامبينج سايت كامب مور بعيون أرغش. عملت ستاند اب كان وقت القوات. القوات سمير جعجع كان قالوا اذا لقت كورونا او لا. فعملت نكتة انه قال لا ما لقت كورونا, وطى من تحتها مرقت من فوق الكورونا مثل لما الرصاصة وهيك. وكمان انه سمير جعجع نزل بعد الانفجار صار يزور عالم. قلت لهم انه he's not relatable as a guy. انه ينزل يشوف بالاشرفية ليك شو تضرر بيتي. لا ما رشوا ماي عليها او شيء. في واحدة بس انه whatever it is. يعني نزل قال حدا حيقلك انا مكسر بيتي وما عندي. بقول له يا برو انا قعدت 11 سنة بالحبس. اوكي مهم very relatable سمير. عرفت انه شو. بس هيدي قلتها لجمهور قوات وقبلوها. بس مثلا it depends امتى بتقولها. يعني انا بقولها بعشر دقايق بعد السات لما اكسب العالم لما مسخسخوا شوي. Exactly. And that's the beauty of stand up. مش كود open. ايه انا stand up هيدا اللي بيعطيك اياه انه context. لانه مثلا اذا بتشوفني على انستغرام I get more outrage على انستغرام وcancel culture على انستغرام اكتر من live shows. لان live shows بيعرفوني. عرفت شو already بالمايندسيت. مش انه واحد شايف البوست بالضبط. كمان جايين يشوفوك لألا. في strangers. في strangers. بس انه جايين بيعرفوا شوية. بس جايين منطلق انه انا جاي احضر كوميدي شو. انا بعد ما اني كتير معروف وهيدا اللي عم بقولوه كل العالم. مين هالخرا. Thanks حب. بس انه في كتير ناس بس يعني 50% اوقات ما بيكونوا بيعرفوني. Which is great. I love that. لانه مثلا بس انه بطلع بوجهك اول 10 دقايق عم بحكي قصص رواق حبيتني. اوكي فيني تقل تقل بتقل بتقل بتشوف وين اللاين. بس انه مثلا لما يوصل لك على انستغرام فيديو مين هالخرا ليه عم بيصير 100% ما في كونتكست ان انستغرام. واحد بيكون عم بيحضر بابي فيديوز بعدين فجاه بيطلع انه حجر قدامه عم بيسب كل العالم. ايه انه لا او او بشخص واحد او بحزب واحد مثلا. سو ما بيعرف انه نو بيسب كل ال كل الاحزاب. هيدا اللي بتصير مثلا. بيقول لي عم بحكي عن الحريري بيقول لي استرجع احكي عن الحزب. سكرول داون. عرفت بس هيديك الجمعه. ايه هيديك الجمعه. بس انه الفكره ما اتس نوت اباوت بروفينج تو ذم انه والله انا بحكي عن الكل. هيدي ساعات عم تلعب لعبتهم البارادايم انه والله I don't belong to any of them. ما مهم. المهم انه صعوبة الانستغرام والاونلاين بريزنس انه ما في كونتكست. مين هيدا اللي عم تحكي هيك كتير دج بالوجه. وخاصة انه you can be meaner while texting. بس لما تكون لايف ما بصير هالشي. حتى ناس متعصبين مع الكتائب انه قايل انا نكتة عن الكتائب عم بشير الجميل ما بتقطع يعني. بس لما اقولها بستاند اب انه سوبر رواق. حتى مع ناس كتائبية لانه خلص انه صار لي ربع ساعة عم ضحكك. which is هون اللي انت بتحب انه بريدجينج. هيدا بريدجينج. which is why online will never bridge.
اوكي برأيك. اكيد لا مش هيك نحن بتقدر هيك مقطع من هون مقطع من هون بسردي ما ما بيكونوا شافوها كلها للحلقه وبيبقى هيدا اللي عم جرب لكم انه الغوا سردي لانه ما في عشاء برو